سلام الله عليكم، تحياتي. الصداع، آلام الرأس، آلام في منطقة أسفل الرأس بالتقاء الجمجمة بالرقبة، آلام في منطقة واحدة من الرأس، كل هذه الآلام سواء كانت خفيفة أو شديدة اللي هي أقصاها طبعا الشقيقة اللي بتكون آلام رأس مزمن. هذه الآلام أعراض لمشاكل كتير بتحصل في الجسم. هعطيكم وصفات ومن خلال الوصفات هنتعرف على الأعراض هذه وكيف هذه الحل الرئيسي لمشكلة دماغية بس ناتجة عن مشاكل تانية في كل أعضاء الجسم. يعني هذا عنصر التحكم بده يحكي لكم انه that's it enough، يعني الامور وصلت عند حد معين، بحالة صار يعطينا هاي الاعراض على شكل الام حادة بمكان اماكن مختلفة حسب النوع فقط. طبعا الكل فيكم، اي واحد بتطلع علي اكيد مشخص ليش عنده وجع راس. ممكن يكون هذا هو السبب الرئيسي، بس في اسباب كتير تانية محيطة بالسبب الرئيسي. هلا اللي مش مشخص وفي عنده الام حادة، وبتيجي الام حادة في الرأس وبتبعها، لما نحكي بتبعها معناته دخلنا في مراحل خطر، مراجعة، يعني ترجيع للأكل من المعدة بتبعها قلق شديد وألام حادة وعدم القدرة على النوم. ممكن يتبعها فقدان لحاسة الشهية وفقدان للوزن بشكل مش طبيعي. ممكن يتبعها تعرقات ليلية وبرودة ومش معروف شو السبب. هذه هي خطوط حمراء. في هاي الحالة لازم نتوجه لأي دكتور ونشوف شو في موجود في الدماغ ونعمل الفحوصات التامة اللي هو أكتركم عاملها وعارف إنه هي الشغلة مزمنة صارت ومطلوب منه إنه يكون حكر ومدمن على المسكنات بمختلف أنواعها وأشكالها لعلاج بسيط مؤقت لمدة ساعتين ثلاثة لهالمرض. ماشي، بلش في الوصفات. أول وصفة بدنا نعملنا ثلاث أربع شغلات وهاي نخليها في البيت. أول شغلة بدي أجيب خلاط العصير اللي بعصر الفواكه وأحط فيه حبتين من الليمون الأخضر مع قشرهم، بس أغسل القشر وأحط الحبتين هدول على لتر من المياه. غير الليمون أحط لي ضمتين من النعنع العادي ونغسله ونحطه في الخلاط. غير النعنع